بسم الله. راح نشرح اليوم عن شابتر 4. شابتر 4 مثل ما هو كاتب لي internal loading developed in structural member، بيقول لي القوة الداخلية اللي بتنتج أو بتنشأ بالستركتشر منبر، بأي منبر إنشائي مثل البيم، التراس، الفريم. التراس أخذناها بشابتر 3 وحكينا أنه القوة الداخلية اللي بتنتج عندي الناتج عن القطع هي فقط الأكسيال فورس اللي هي النورمال فورس. أما هسه بهذا الشابتر راح نحكي عن الفورس الثانيات اللي ظلوا لو ما كان عندي تراس، مثل الشير والمومنت، مثل الشير والمومنت. فأول فكرة بالشابتر راح يجي يحكي لنا شو هو الشير والمومنت عند نقطة معينة، وأسئلة الامتحان بنسبة 99% لشابتر 4 هو فقط بده الشير عند نقطة، يعني ما بده أرسم مومنت دايجرام بالامتحان، ما بده أوجد معادلة بالامتحان، ولا بده إشي، كله بيعتمد على السكشن الأول internal loading at a specified point. كل شابتر 4 راح يعتمد على هذا السكشن، مش إنه راح يعتمد عليه، لا لا، هو أصلاً الامتحان راح يجي عليه بس، لأنه بالأونلاين وبالمالتيبل تشويس صعب إنه يجيب لك سؤال عن مومنت دايجرام، لا راح يجيب لك سؤال أوجد مومنت نقطة معينة. فخلينا نبلش. قبل ما نبلش بأي إشي، في عنا أول إشي اسمه sign convention. sign convention هي عبارة عن إشارات. كيف يعني إشارات؟ زمان كنا نحكي إنه لو عندي مثلاً سهم زي هيك، سهم زي هيك، وسهم زي هيك، كنا نحكي إنه هذا X موجب، كنا نحكي هذا Y موجب، كنا نحكي هذا المومنت مثلاً MZ موجب، تمام؟ أو إنه نحكي عكس عقارب الساعة موجب ومع عقارب الساعة سالب. هذول بنسميهم بشكل عام، بنسميهم بشكل عام هم ساين كونفنشن، اشارات بالرياضيات، يمين موجب، فوق موجب، مع عقارب الساعه سالب، عكس عقارب الساعه موجب. هسه راح ناخذ احنا الساين كونفنشن بالستركتشر. الساين كونفنشن بالستركتشر يعني انا لو عملت قطع لمنبر، شو بده ينتج عندي وشو الاشارات الافتراضيه. خلينا نفتح وايت بورد، وايت بورد بالحياه. بكل بساطة لو كان عندي أنا بيم زي هيك، نرسم البيم هسا على شكل مستطيل مشان نتخيل الوضع. لو كان عندي بيم وعليه مثلا بن ورولر، ومثلا عندي هاي اسمها A، وعندي هاي اسمها B، وعندي مثلا هاي النقطة مثلا سي، هاي النقطة سي. شو حكالي؟ حكالي اعمل قطع عند سي، بس حكالي اعمل قطع عند سي. فأنا بدي اعمل قطع زي هيك، عملت قطع. بس هذا البين مش انه عليه لود مستطيل، لا، هو عليه لودات معينة مثلا اف بي كابل مومنت، بس انه هاي يعني سماكة البين، هاي ثكنس البين، اشي مش مهم يعني، هاي ثيكنس، بس انه مشان نتخيل الوضع كيف نرسمه. فانا هذا لو عملت له قطع هسه، يا بدي اخذ يا الجزء اليسار يا الجزء اليمين، مثل ما اخذنا بشابتر 2 ستاتيك. فانا خلينا ناخذ الجزء اليسار والجزء اليمين، نرسم هذا هيك ونرسم هذا هيك. نيجي نحكي له هذا البن اللي عندي، يعني فعليا الرياكشن زي ما هو، وعندي هنا الرولر اللي عندي، يعني الرياكشن زي ما هو. مثلا نحكي له هون اللودات اللي انا راسمهم، مثلا الام، البي، والاف، وهاي النقطه سي، وهاي النقطه سي، وهاي النقطه اي، وهاي النقطه بي. هسه انا لما قطعت وفصلت جزئين يمين ويسار، هسه القطع هاي مش يعني انترنال هنج، لا، هسه هي مبداها زي ما بدي اعمل انترنال هنج. كيف يعني زي ما بدي اعمل انترنال هنج؟ الانترنال هنج حكينا لما نقطع عنده بنتج عندي اكس وواي. هسه هون لا، انا بقطع بمكان مش عندي الانترنال هنج، فبنتج عندي زياده مومنت. يعني انا هسه راح ينتج عندي قوه زي هيك وعكسها هيك، راح يجي ينتج عندي قوه زي هيك وعكسها هيك. هسه هيك كان، لو كانت زي هيك فقط كانت هي عباره عن انترنال هنج، ولكن لو صار عندي لو لانه ما عندي انترنال هنج، فهي القطع عندي صار زيادة مومنت.
فصار عندي إشي اسمه أم، وصار سهم ثاني اسمي عنده أم. طبعاً هاي بسموها V وهاي بسموها V، نفس البي طبعاً اللي هي السهم هذا هون، وهاي بسموها N يعني normal، وهاي بسميها N اللي هي normal. فهاد أنا عندي هيك sign convention. كيف يعني sign convention؟ يعني أنا شو ما أقطع منبر بالبين أو بالفريم قطعت، بقسم الشكل لقسمين مكان ما بده يقطع. بعد ما أقطع بنتج عندي دائماً جزء يسار جزء يمين. الجزء اليسار دائماً الشتيرة التي حت المومنت عكس عقارب الساعة، الآن طالع من الجسم، الآن طالع من الجسم الشير لفوق بحالة اليمين، والأم مع عقارب الساعة بحالة اليمين. هسا شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي إنه هاي الأشياء الموجبة. كيف يعني الأشياء الموجبة؟ يعني أنا لو أنا حكيت أم طلعت معي بعد ما حليت بتساوي 10، حكيت أم بتساوي 10، أم بتساوي 10 موجب، يعني إنه المومنت هون عكس عقارب الساعة. أما لو يعني هاي يعني 10 عكس عقارب الساعة. أما لو طلع معي أم بيساوي سالب 10، يعني إنه أم هو 10 ولكن مع عقارب الساعة. سالب 10 يعني 10 مع عقارب الساعة. فبدنا ننتبه إنه ممكن بالامتحان يحكي لي أوجد اتجاه المومنت عند النقطة هاي. اتجاه المومنت عند النقطة هاي إحنا بنقطع نشوف يمين يسار، بعدين مثلا أخذت الجزء اليسار وطلع معي موجب يعني عكس عقارب الساعة، أخذت يسار طلع معي سالب يعني مع عقارب الساعة، أخذت يمين وطلع عكس عقارب الساعة، أخذت يمين وطلع سالب يعني هو عكس عقارب الساعة، ولو أخذت يمين وطلع موجب يعني هو مع عقارب الساعة. تمام، بس أنت أرسم الرسمة وهيك. فدائما قبل ما تقطع لازم ترسم الرسمة لأي منبر أخذته لأي إشي أخذته بالحياة. ثاني شغل، كيف تحسبهم؟ معادلات اتزان. كيف يعني معادلات اتزان؟ سيجما اف اكس تساوي زيرو، سيجما واي تساوي زيرو، سيجما مومنت عند السي اللي هي مكان القطع تساوي زيرو. يا للجزء اليمين يا للجزء اليسار، واحد منهم كافي. اذا ما طلع الجواب عندك عند اليمين بيساوي اليسار فعندك خطا، يا بالرياكشن يا خطا بحسابات رياضيه. فهاي قاعده، هاي الساين كونفنشن، هاي الاشارات اللي انا لازم استعملها بالامتحان وبالستركتشر من هون لتتخرج. تمام، في شغله حسنا نمسح هاي ونخلي جزء معين، نخليها نجي للمومنت بس. هسا المومنت مثل ما اخذنا بالسترينج، المومنت لو كان عندي هذا سكشن اللي هو نفسه البيم، كنا نحكي هذا مومنت، كنا نحكي هاي كومبريشن، كنا نحكي هاي تنشن، بسبب انه انا بتخيل الشكل وكانه عندي كومبريشن فورس، كان عندي تنشن فورس. لا هاي كومبريشن وهاي تنشن في حالة المومنت هيك. فبالتالي هون في عندي تنشن فورس وعندي هون كومبريشن فورس. كنا نحكي هيك بالستاتيك بالسترينث، كنا نحكي بالسترينث زي هيك، انه انا في عندي هاي المنطقه تنشن وهاي المنطقه كومبريشن. فبالتالي احنا هسه هون بالستراكشر 1 وبدنا نتخرج بنرسم المومنت دايجرام على جهه التنشن، نرسم المومنت دايجرام على جهه التنشن. كيف يعني نرسم المومنت دايجرام على جهه التنشن؟ يعني انا مكان ما عندي ذيل، مكان ما عندي ذيل بكون المومنت دايجرام موجود. كيف يعني؟ يعني لو أنا عندي بيم، حكالي مثلاً أرسم مومنت دايجرام، بس إحنا ما أخذنا مومنت دايجرام لسه، بس اللي ما أخذ استاتيك بعرفه أو اللي أخذ شابتر 5 سترينث أعرفه. حكينا مثلاً هاي 10 وهاي المسافة 2، فكنا نحكي الرياكشن. طبعاً الرياكشن من شابتر 2 تحكي لي كيف طلعته، رح يكون عبارة عن W على 2، 10 في 2 20 على 2 10، ويكون هون 10. تمام، بدي أرسم له مومنت ديجرام، بدي أرسم له مومنت ديجرام.
نرسم خط هون، نرسم خط هون، وهذا خط المومنت، هذا خط، هذا خط المومنت. هسه خط المومنت رح نتعلم انه النيجاتيف تحت والبوزيتيف فوق. كيف يعني النيجاتيف تحت والبوزيتيف فوق؟ يعني زي كأنك انت راسم السكشن هيك، يعني انه هاي تنشن وهاي كومبريشن. تنشن يعني بوزيتيف، كومبريشن يعني نيجاتيف. فبالتالي انا راح ارسم على جهه التنشن. كيف يعني ارسم على جهه التنشن؟ بدي اوجد المومنت دايجرام. هسه انا بعرف انه الماكسيمم مومنت راح يكون دبليو التر بي على 8، هاي من الاستاتيك، خلينا نخلوه عدل، يعني 10 ضرب 4 تقسيم 8 بتطلع 5، اعلى مومنت مقداره 5. طيب الخمسه هاي احطها هون مثلا ولا هون؟ كيف انا بدي اعرف اذا احطها هون ولا هون؟ بس هي راح تطلع معي بوزيتيف. بوزيتيف كيف يعني؟ يعني المومنت دايجرام هيك شكله، المومنت دايجرام هيك شكله. طيب راح تيجي تسالني، راح تيجي تسالني على اساس انه نزلت له، كيف عرفت انه بوزيتيف؟ بكل بساطه بحكي لك اخطا، بكل بساطه بحكي لك اخطا. هسه بحسابات ولا قدام راح يطلع معي سهل يعني، وفي الفانكشن وفي المعادلات راح ارسمه. بس احنا هسه نيجي بالتعريف الاساسي للساين كونفنشن، بدنا نعرف الساين كونفنشن ليش طلعت لي اياه. فانا بدي ارسم البيم، البيم في عليه طبعا هاي مسافه واحد، مثلا مسافه واحد متر، فعندي هاي واحد متر يعني بالنص، وهاي المومنت وهاي الرياكشن، وعندي هذا اللود المستطيل كم مقداره؟ 10. فبالتالي احكي مجموع المومنت عند القط الكت بيساوي 0. فبدي احكي ام ناقص 10 في نص في 1 في نص يعني ناقص 10 يساوي 0. فكم الام بده يطلع؟ تطلع معي 10. لا في واحدة منهم بوزيتيف، هاي بوزيتيف، راح يطلع معي 10 ناقص 10 في نص ويساوي 5. طلع معي 5 بوزيتيف، طلع معي 5 بوزيتيف. كيف يعني 5 بوزيتيف؟ يعني انه هذا هو بوزيتيف، هذا بوزيتيف، يعني عكس عقارب الساعة، يعني عكس عقارب الساعة. مالناش عكس عقارب الساعة، الرسمة هاي المومنت هذا اللي انا فارضه، كيف شكله؟ شكله هيك، يعني هاي التنشن وهاي الكومبريشن، يعني انه انا راح ارسم على جهة التنشن، يعني هذا المومنت واختاره 5 موجب، يعني المومنت لتحت. حتى لو بدك تجربها على الجهة اليسار تحكي زي هيك، راح يطلع معك المومنت بوزيتيف، بوزيتيف يعني انه مع عقارب الساعة. وين المومنت البوزيتيف؟ هون. فدائما احنا بنرسم باتجاه الذيل. فبالامتحان او باي مكان ما راح نجي نرسم زي هيك قطع خطا، لا هي المعادلات خلاص طلعت لي بوزيتيف يعني لتحت، طلعت لي نيجاتيف طلعت لي لفوق. يعني هذا الحكي كان بس مشان انت تفهم الطبخه، تفهم ليش انا برسم تحت وليش انا برسم فوق. في الاستاتيك كنا نحكي موجب فوق ونيجاتيف تحت، هسه احنا تغيرنا، كنا ناخذ بالاستاتيك على اساس انه رياضيات، هسه بالستركتشر راح ناخذه كانه احنا هندسه مدنيه، راح ناخذه كانه هندسه مدنيه وناخذ على انه منشأ، كيف سلوكه بالحياه. يعني انا وين بدي احط الحديد؟ بحط الحديد جهه التنشن، يعني انا هون بدي احط حديد، هون بهي المنطقه بدي احط حديد، هون بدي احط كونكريت. فبدنا هذا الشيء، مشان هيك احنا بناخذه قاعدين، بدنا نعرف هون التنشن وين الكومبريشن. التنشن بالجهه اللي تحت والكومبريشن بالجهه اللي فوق. دائما راح نصير نتعلم زي هيك. يعني انا لو كان عندي مومنت ديجرام مثلا زي هيك، كان عندي فيكست بنحكي انه هاي هيك مثلا شكل المومنت دايجرام زي هيك، بنلاحظ انه عندي هون مومنت نيجاتيف، عندي هون مومنت بوزيتيف، عندي مومنت هون نيجاتيف. فهون انا راح احط حديد، هون راح احط حديد، هون راح احط حديد، هون ما بحط حديد، حديد هون بحطه. بس هاي فكره المومنت دايجرام. فبالتالي البوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق. هاي اول شيء بالشابتر اللي هو الساين كونفنشن، هذا اللي حكينا عنه. هيك الاشارات بتكون، هيك الاشارات بتكون. طيب هسه بدنا نتعلم كيف نوجدهم، او ناخذ امثله رياضيه. امثله رياضيه، يعني احنا فعليا خلصنا جزء كبير من الشابتر. كيف يعني خلصنا جزء كبير من الشابتر؟ يعني انا لو بدي اجيك على مثال هون، هذول سنوات وجيتك مثلا لهذا السؤال، جيتك لهذا السؤال، احكي لي هذا السؤال. احنا ما راح نحله هسه، بس اقول لك فكره بسيطه انه احنا كيف خلصنا. بقول لك انت فكر شلون قال لي اذا اف انتيريور هنج، يعني انترنال هنج، وبي از فري اند، ماليش فيها لبن. اذا الدبليو كذا، اوجد المومنت عند الجوينت دي، اوجد المومنت عند الدي،
اوجد المومنت هون، اوجد المومنت هون. كيف يعني اوجد المومنت هون؟ يعني اعمل قطع، اعمل قطع، خذ الجزء اليمين، خذ الجزء اليسار. يعني بدي اخذ الجزء اليمين، يعني بدي اخذ هذا الجزء. في علي انا هون رياكشن، في علي هون لود 30، في عندي هون المومنت، في عندي هون المومنت. المومنت حكينا بال هيك شكل المومنت مع قرب الساعة دائما بالجهة اليمين. بالجهة اليسار كيف بيكون؟ بيكون عندي زي هيك رياكشن، مومنت من السؤال، ومومنت هيك. في عندي هون انترنال هنج، وفي عندي هون لود مستطيل. فأنا باخذ يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار. الجزء اليمين بدي أوجد الرياكشن الأفقي والعمودي، فأنا بس كل طبختي، كل حلي لهذا السؤال بدي أوجد الرياكشن هذا وأوجد المومنت هون. يعني أحكي مجموع المومنت عندي D بيساوي 0، فبدي أحكي مثلا هاي AX، فبدي أحكي AX في 6 ناقص أو زائد 30 في 3 ناقص M بيساوي 0، فبتطلع معي قيمة M، بتطلع معي قيمة M. خلص السؤال، خلص السؤال، هاي بيطلع عن بالخيارات. تمام. فالفكره انه لما بدي اوجد المومنت عند نقطه بدي اعمل كت. فخلينا نيجي لامثله، نيجي لامثله. بدناش المستطيل، خلينا المثلث، خلينا بعدين نجي للمستطيل. كيف يعني المستطيل؟ يعني لو عندي هذا السؤال، عندي هذا السؤال، انسوكم من المطلوب، احنا بدنا نتعلم، نقول لهم بدناش نجي، في بروبلم بالكتاب كثار. هذا السؤال احكي لي determine the internal force normal shear and moment بالامتحان. عندي البوينت سي، عندي البوينت سي، هاي البوينت سي. بالامتحانات غالبا بطلب منك مومنت، يعني نادر ما اشوف انه يطلب شير الا اذا كان شيء صعب شوي. ليش مومنت؟ لانه هو المهم، هو المهم. فعندي هذا البيم، انا هذا البيم بدي اوجد المومنت عند السي، بدي اوجد المومنت عند السي. فايش انا لازم اعمل؟ لازم اقطع. هسه مش دائما تفكر انك تطلع الرياكشن اول. متى بتفكر تطلع الرياكشن؟ لما تشوف النقطة اللي بدك تقطع عندها هل هي مهمة أو لا. كيف يعني؟ هسا بنحكي. فأنا بدي أقطع عند السي، بدي أخذ جزء يمين، بدي أخذ جزء يسار، واحد منهم بأخذه. بنلاحظ أنه على اليمين في سبورت وعلى اليسار في سبورت، فبالتالي أنا بدي أضطر أوجد الرياكشن. فقبل ما تقطع بتروح توجد الرياكشن. يلا بتحكي مجموع المومنت عند البي مثلا بتساوي 0، رياكشن شابتر 2. هاي الخطوة اللي أنا بعملها شابتر 2. أنت بدك تكون متعلم شابتر 2 كيف توجدهم. يلا مجموع المومنت عند البي بيساوي 0، فبدي احكي 10 سالب 10 في 2 زائد اي واي في 2. هذا المومنت عكس اقارب الساعه زائد 20، ما بضربه بمسافه لانه هذا مومنت، بيساوي 0. فبتطلع معي اي واي، اي واي كم بدها تساوي؟ بدي احكي 10 ضرب 2 ناقص 20 تقسيم 2 بتطلع معي 0. ليش صفر؟ طيب صفر عادي، صفر. تمام. فبالتالي بي واي هي عباره عن 10. فهسه انا بدي احل السؤال، بدي اخذ يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار. طب انا قبل ما اوجد هاي في داعي اني اوجد بي رياكشن بي؟ بقول لك لا. ليش؟ انه خلص انا وجدت رياكشن اي بيساوي 0، فخلص رحت على سي زي هيك. هاي سي جزء يسار، بدي اخذ جزء يسار، فبدي احكي ام السي، بدي احكي نورمال سي، بدي احكي شير، شير السي. بدي احكي عندي هون الرياكشن هذا اللي هو قيمته صفر، زيرو، ها زيرو. بدي احكي هذا المومنت اللي مقداره 20، هاي المسافه 1 متر وهي المسافه 2 متر. فايش بحكي انا؟ مجموع المومنت عند السي بيساوي زيرو. في عندي ام السي زائد ناقص 0 في 1 زائد 20 بتساوي 0. اذا ام السي بيساوي سالب 20. ام السي بيساوي سالب 20، شو يعني ام السي بيساوي سالب 20؟ يعني انه المومنت عند السي سالب 20. يعني لما بدي ارسم مومنت دايجرام راح يكون شكله مثلا هيك، هيك شكله بيكون مثلا، هيك شكل المومنت راح يكون على فرض. يعني لو بدي ارسم مومنت دايجرام، مومنت دايجرام بعدين نتعلمه، انه المومنت فوق مو ام سي سالب 20. لو بدي اخذ الجزء اليمين، فعندي هاي 10 وعندي هاي 10 وعندي هاي ام سي، صح؟ مع عقارب الساعه. يلا سالب ام سي زائد 10 في 1
سالب 10 في 3 يساوي 0. اطلع معي ام اس سي سالب 20 نفس الشيء. اطلع معي نفس الشيء، سواء اخذ جزء يمين او جزء يسار هيك. فكل اسئله الامتحان هي بدنا نفتحهم مع بعض، راح تكون على هاي الفكره انه اوجد المومنت عند نقطه. هيهم هذول اسئله امتحان الصيف الماضي. بس في مثلا انترنال هنج، في لودات زياده، هذا الحكي ماله؟ هذا الحكي شابتر 2 مش شابتر 4. يعني مثلا هذا السؤال بقول لي اوجد الرياكشن عند ايه، سؤال على شابتر 2 بديش اياه. هذا السؤال اوجد المومنت عند النقطه بي، وانا النقطه بي هيها، فبالتالي بدي اوجد الرياكشن من شابتر 2 وبدي اقطع عند البي واخذ الجزء اليمين او اخذ الجزء اليسار. مين الاسهل؟ تاخذ الجزء اليسار اسهل. مين اسهل لما تقطع؟ تاخذ هذا ولا تاخذ هذا؟ راح تحكي لا بدي اخذ هذا، هذا اسهل، ما في عندي الا رياكشن A وعندي اللود هذا. اما لو اخذت اليمين راح يكون عندي F و W ورياكشن هذا رياكشن هذا، تغلب حالك. فبالتالي لما بدي احسب المومنت عند نقطة بدي اخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار، باخذ الاسهل، باخذ الاسهل. مثلا هذا السؤال قبل شوي حكينا بدي المومنت عند الدي، بقطع عند الدي باخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار، مين الاسهل؟ مين الجزء الاقصر؟ هذا الجزء الاقصر باخذ. طيب هذا السؤال طالب رياكشن بديش اياه، هذا السؤال طالب رياكشن بديش اياه، هذا السؤال طالب رياكشن بديش اياه، هذا السؤال اوجد المومنت عند السي، اوجد المومنت عند السي، هاي المومنت عند السي، بدي اقطع واخذ يا جزء يمين يا جزء يسار، مين اقصر لي؟ والله هذا اقصر لي، خلص طلع الرياكشن العمودي، بس بدي رياكشن عمودي ولا بدي افقي ولا شيء، خلص السؤال. بدي رياكشن عمودي، خلص السؤال، رح نتعلم كيف نوجده هذا. هذا طبعا يعني المفروض بالستاتيك ماخذينه. الانترنال فورس ما بتنشأ الا لما اعمل قص، صح 100%، ما بزبط معي الا لما اعمل قص. يعني هذا السؤال بده المومنت عند السي، بدي اقطع واخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. بس انا بدي ادرب شغله، بس دقيقه بدي ادرب شغله مش متاكد منها. يعني الدبليو كم اعطيني اياها؟ 5 النقطه بي 1.6 و واي 1.5 واي ام اس سي. هذا السؤال اذا بدي احله بدي اقطع الجزء اليمين بدي اضطر اوجد الرياكشن اللي هون، لو اخذت الجزء اليسار بدي اضطر اوجد الرياكشن اللي هون. فبالتالي اول خطوه بدك توجد رياكشن، لما بدي اوجد رياكشن للجزء زي هيك عندي، هاي انترنال هنج تعتبر او وصله، فشو بعمل؟ ببدل القوه بوصله من الاستاتيك، ببدل القوه بوصله زي هيك. بحكي هاي اسمها مثلا بي إيه، شو اسم النقطه هاي؟ دي، سميها دي. هذا رياكشن مش من عندي، يعني المفروض انا ما اشرح هذا الشيء، المهم المفروض اشرح الفكره. اف بي دي، فبالتالي هي كوسين 45 راح تتحلل معي زي هيك، تتحلل معي زي هيك. بحكي مجموع المومنت عند الاي يساوي زيرو، راح احكي اف بي دي ساين ال 45 في 3 سالب W في L زائد 3، L زائد 3 يعني 6 3 9 في تربيع 2 يساوي 0. W معي؟ FBD طلعت معي؟ تمام، طلعت معي FBD، باخذ سيجما FY، باخذ سيجما FY سيجما FX، بطلع أو طلعت FBD X و FBD Y، يعني أنه طلعت قيمة FBD. فهسا من هذا الرياكشن الأفقي فهو عبارة عن دي اكس، والرياكشن عمود مثلا هو عباره عن دي واي، فانا طلعت هاي بالوصله هاي، بس طلعتهم ايش؟ طلعت الرياكشن هون، باخذ سيجما اف اكس بيساوي زيرو بطلع الرياكشن هذا، سيجما اف واي بيساوي زيرو بطلع الرياكشن هذا، طلعت هذول بقطع باخذ الجزء اليسار وبخلص. فبالتالي كانت فكره هذا السؤال هي ايجاد رياكشن مش اكثر، وهذا السؤال موجود بالكتاب. يعني بشوف هي، يعني اذا استصعبت عليك ايجاد الرياكشن بكل بساطه بتمسكه بتروح على حله بالكتاب. هذا اسمه اف 45، اف 45 هيو اخذ مجموع المومنت عند الاي طلع اف بي زي ما حكيت انا هيها، بعدين طلع اي اكس، بعدين طلع اي واي زي ما حكيت لكم بالضبط، بعدين
خطأ أخذ المنبر AC، خطأ أخذ المنبر AC اللي هو نفس اللي حكيناه. NC اللي هي قيمة الرياكشن، كان هيك طلع مع الرياكشن. VC اللي هي قيمة الرياكشن اللي بي، والام سي هاي. فهذا اللي طالبه الدكتور، هذا اللي طالبه الدكتور. فانت بالامتحان حسيت حالك استصعبت، هاي البروسيجر موجوده. فاول فكره كانت هي عباره عن ناخذ المومنت عند نقطه، يعني مثلا هذا السؤال، هذا السؤال عندي مثلث، خلينا نرسم على جنب. فكل الفكره اللي بده يتمرس ويجيب هذا التشابتر صح يتمكن يوجد الرياكشن لاي سؤال بالحياه، لاي سؤال بالحياه. لو كان انا عندي بيم زي هيك، ولو نفرض انه هذا فيكست، بس وعندي لود مثلث، عندي لود مثلث مقداره مثلا 10 والمسافه 5. هسه خلينا بس المسافات بدي احددها، مثلا المسافه من هون لهون 5، والمسافه من هون لهون مثلا 4، تمام. وهي النقطة A، وهي النقطة B، وهي النقطة C، تمام. وهي النقطة C حكالي أوجد المومنت عند C، أوجد المومنت عند C. هسه هون طبعا اللود، اللود هيك شكله، هسه هون شو بدك تعمل؟ هسه احنا حكينا مش دائما تبلش بالرياكشن، قلت لك ركز معي، مش دائما تبلش بالرياكشن. كيف يعني لا تبلش بالرياكشن دائما؟ يعني انا هذا الشيء بدي اقطع عند السي، صح؟ بدي اقطع عند السي زي هيك، راح تقول لي بدي اخذ جزء اليمين، بدي اخذ جزء اليسار. لما تقطع في على يمينك رياكشن سبورتات، راح تقول لي لا. في على يسارك سبورتات، راح تقول لي وين بروح؟ روح على الجزء اللي فيه ما في سبورتات، بدي اروح على الجزء اللي ما في سبورتات. شوفوا هسه بالحاله المثلث هاي حاله شاذه راح تكون. فبدي ارسم، بدي اقطع زي هيك. الله راح تحكي لي صار معي شبه منحرف، فبحكي لك بهاي الحاله لا، خذ الجزء اليمين. بهاي الحاله، بهي الحالة خذ الجزء اليمين. ليش؟ لأنه أنا بصير معي شبه منحرف بعد القطع. أما لو كان عندي لود مستطيل، كان عندي ما في ولا لود، وحكالي أي جزء أخذ، بحاول أخذ الجزء اللي ما فيه سبورتات، بحاول أخذ الجزء اللي ما فيه سبورتات. كيف يعني؟ يعني لو عندي زي هيك، كان عندي بن وعندي رولر، وعندي مثلا هون لود مستطيل، تمام، وحكى لي اوجد المومنت هون. فايش بقول لك اعمل؟ فانت بدك تقطع، يا باخذ هاي يا باخذ هاي، مين الاقصر؟ راح تقول لي هذا. طيب مين مش ضروري اقصر، مين اللي ما فيه سبورتات؟ راح تقول لي اليمين ما فيه سبورتات، خلص باخذ اليمين، ريح حالي من ايجاد الرياكشن. قديش بوفر حالي وقت؟ مليار بوفر حالي. هاي الام، هاي الشير، هاي النورمال، بس وجدهم. شفتوا كيف؟ قديش بتوفروا حالكم وقت؟ دائما حاول اتجنب السبورتات. طيب احنا هسه تعلمنا نتجنب السبورتات، خلينا نمسح هذول، نمسح هذول، نيجي لهذا المثلث حاله شاذه. دائما لما تقطع المثلث خذ الجزء اللي بنتج معك من المثلث، يعني هون على يسار وفي مثلث، على يمين وفي شبه منحرف. لا، باخذ مين؟ باخذ اللي على اليمين. بدي اضطر اوجد الرياكشن، بدي اضطر اوجد الرياكشن، ما بدي اوجدهم خلص، يعني بدنا على السريع. فبس اعلمكم فكره قطع المثلث، ينتج عندي هون ام سي، ينتج عندي بي سي، ينتج عندي ان سي، ينتج عندي مثلث زي هيك على مسافة 4، رح ينتج عندي الرياكشن اللي أنا واصمها.
تمام. هسه قيمه المثلث هذا كانت 10، ولكن هون قديش تصير؟ بصير اسمها دبليو، بصير اسمها دبليو. كيف توجد هاي الدبليو؟ بدي اعمل شبه مثلثات، بدي احكي مثلا دبليو على 4 الشكل اللي عندك، الارتفاع على العرض يساوي الشكل الاصلي 10 على العرض كامل كم؟ 5 زائد 4 9، بالتالي دبليو بتساوي 40 على 9 تطلع مثلا 4.4 تشبه مثلثات. فهسه هم توجد ام السي، بدي احكي مجموع المومنت عند السي بيساوي 0، بطلع الرياكشن وبخلص، بطلع الرياكشن. هسه الرياكشن بطلعهم من هون، الرياكشن من هون، شو بطلع الرياكشن من هون؟ بضربك دير بالك، اللي بيطلع الرياكشن من بعد القطع مش عارف اقول له يعني، تمام. الرياكشن بتطلعه قبل القطع، الرياكشن بتطلعه قبل ما تقطع، يعني اول شيء بالحياه، تمام. الرياكشن بتقطعه اول شيء، اوجدت الرياكشن. لو فرضنا طلع مثلا كم بده يطلع؟ 10 ضرب 9 ضرب نص، الرياكشن هذا 45، المومنت هذا بده يطلع معي 10 ضرب 9 ضرب نص ضرب 2 على 3 او ثلثين، ثلثين كم؟ 2 ضرب 9 على 3 بيطلع الرياكشن هذا 270. فبالتالي هي وهذا زيرو، بالتالي ام اس سي زائد دبليو اللي طلعت معي كم؟ 4.444 ضرب نص ضرب 4 ضرب 4 3 بعدين زائد 270 بعدين ناقص 45 في 4 يساوي 0، فبتطلع معي ام اس سي قيمه معينه، تطلع ام اس سي قيمه معينه. طبعا ظل الزوم 3 دقائق، دقيقتين، الدقيقتين هذولا بريك. هذا السؤال كان على نفس الفكره اللي هو انه اقطع واخذ يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار، فهون بدي اضطر اول شيء اوجد الرياكشن، بعدين بدي اخذ الجزء اللي فيه مثلث، يعني بدي اخذ الجزء اليسار وحله وعمل شابه مثلثات، عمل شابه مثلثات واوجد زي ما حكيت، اوجد زي ما حكيت. اشارات مش مهمه. الفانكشن ما راح نشرحه، يعني خلص ملناش فيه، بدنا نشرح الشيء الاهم اللي بعد هيك، بدي اشرح اشياء اهم. فراح اطفي الريكورد.